الفصل العاشر. وتعود الشمس وتشرق من جديد كما أشرقت بالأمس ومنذ شهر مضى وعند بدء الخليقة وإلى المنتهى. تسللت أشعتها تخترق ما بين فتحات الشبابيك بنافذة غرفة النوم العلوية، فأيقظت إليم من نومتها المتقطعة قلقا على ابنها سليمان الذي كان قابعا بجانبها، فقد قضى الليل كله يرتعش من الحرارة التي اشعلت جسده نارا، فنقلته إلى سريرها لتسهر بجانبه. أما داود فكان مسافرا للقاهرة لأبتاع بعض لوازم للمصنع، وكان ذلك اليوم الأول الذي يفترقان فيه منذ أن كان قد انتقي بمحرم بك. كانت تتمتم بصلواتها وقد تجمدت عيناها فوق وجه الصبي النائم، وتتجمع حبات العرق كاللؤلؤ فوق جبهته فتمسحها هي بالقماش المبلل طارة، وبراحة يديها طارة أخرى والدمع ينساب فوق خديها، وشفتها ما تزال تردد صلوات حفظتها عن ظهر قلب أيام الطفولة والشباب بدار الأيتام، وتلقفتها شطحات الذاكرة فأخذتها إلى حيث كان ابنها مكاري الأخ الأصغر راقدا فوق سريرهم بشقتهم الأولى بمحرم بك، وهو يذوب بسرعة ما بين أيديها من كثرة ما فقد من رحيق جسده، وهي مغلوبة على أمرها لا تستطيع إلا أن تغسل جسمه الطري من أثار الإسهال والقيء اللذان لم يتوقف أبدا لأيام وليال لا حصر لها حتى قضي عليه. لم تكف عن البكاء لشهور طويلة من بعده، ولا زالت تبكيه أحيانا. لقد ملأ الحزن قلبها من بعد رحيله حتى لم يعد يسع لأي شيء آخر، فكفت تماما على الغناء بعد أن كان شدوها كل حياتها وعلامة وجودها إنما كانت. بل وحتى داود رجلها لم تعد ترغب فيه وفي قربه كما كانت من قبل، بل ووجدت نفسها تتجنب الإنفراد به حتى في غرفة النوم. صارت تنام في غرفة نوم الأطفال ساعات قبل أن يعود هو من سهراته، وفي الصباح أو بالأحرى عند منتصف اليوم حين يصحو كانت تتشاغل عنه بأمور المنزل وتدابير شؤون الحياة. ولما لم يمانع داود أو يعترض أعزت هي تقبله لذلك الوضع الجديد لتقدم العمر به، فلم تثر تلك المشكلة بينهما ولم يطرحها أحدهما للآخر بطول السنين، إذ آثر كل منهما أن يلزم الصمت تجاهها حتى لا يجرح مشاعر الثاني، موقنا بينه وبين نفسه بأنها ليست مشكلته هو بل مشكلة الطرف الآخر. ملأت رائحة المرض مساحة الغرفة فهمت من مرقدها وفتحت أشرع النافذة لتدخل نسمة البحر الرقيقة تغسل ما علق بالجو من أنفاس ليلة الأمس، ورمقت الصبي النائم بنظرة عطوفة هي كل ما كانت قادرة أن تقدمه إليه، فقد نضحت مشاعر الحب العميقة عنها حتى تجاه أبنائها منذ أن وارت طفلها مكاري التراب قبل 3 سنوات. أما سليمان كان يهزي من فرط الحرارة ويقول في نومه: أنا سليمان ابن داود ابن عيسى، ابعدوا عني كلكم، ابعدوا ابعدوا إلا. وكانت الحمى قد طافت به إلى تلك الصحراء المترامية حيث أحاط به صبية الأشرار يريدون الفتك به، وهو لا يعرفهم ولا يعلم لماذا يتربصون به، فما كان منه إلا وبدأ يعدو فجأة نحو صبي منهم كان يقف في مواجهته ملوحا بقبضته نحوه، وخاتم أبيه يبرز أمامه بفصه الأحمر كالنار المستعرة، وكان يبدل خطوات أقدامه على الرمال بسرعة فائقة، وما زال يعدو حتى باتت أصابع قدميه بالكاد تمس الأرض من تحته، ثم بدأ يرتفع عن الأرض تدريجيا حتى طار نحو قرص الشمس الساخن عابرا فوق الصبي الذي كان يعترضه، ثم ارتفع في الهواء منطلقا ولكنه لم يطق حرارة الشمس، ففتح عينيه الصغيرتين ليجد أمه تنظر إليه مشفقة عليه من خطرفات الحمى وسألها: عطشان يا ماما؟ عطشان؟ بس أشرب شيء ناشف أوي، تصوري كنت بحاول أطالع قرص الشمس. عاد داود نحو الظهر ليجد سليمان مريضا وطريح الفراش. أما إليم فكانت مكتئبة ومنزوية في ركن بالغرفة لا تكف عن البكاء، ولكنه انزعج إذ لم تفكر في إحضار طبيب أو حتى في إعطاء الولد ولو حبة أسبرين. وفي خلال ساعة كان السائق في طريقه للأجزخانة
ليحضر الدواء الذي كتبه الطبيب الذي جاء به داود على عجل. وشعر بأن عقابا من السماء قد حل ببيته جزاء الذنب الجسيم الذي اقترفه، بل وشعر بكمد أكبر إذ لم يجد من يشكو له محنته ويسأل إرشاده، كما كان قد اعتاد أن يفعل مع صديقه الوحيد الشيخ حسنين. هذا الذي كان قد عاد من القاهرة اليوم بعد أن أتم مهمته وبعد أن تأكد من دقه لآخر مسمار في نعشه، صعد داود إلى سطح القصر مواجه للبحر ووقف في وسطه سابحا ببصره بين زرقة سماء الإسكندرية الصفية وبين زرقة البحر الداكنة الغامضة، وصرخ بكل ما أوتي من قوة: يا رب السماح، يا رب الغفران. وأمضى بقية اليوم بين هبوط إلى غرفة النوم ليستطلع حالة الصبي وبين سطح القصر ليصرخ وينتحب ذلك الألم الذي كان يعتصره. وعند المساء بقى داود ساهرا فوق سطح القصر وحيدا وسط النجوم الساهرة المتناثرة كحبات الماس في سماء الإسكندرية الرائقة، إلا من غلالات رقيقة من السحب تمر متباطئة فتطفي على الليلة سحرا وغموضا. ومضى داود يجول بالسطح من ناحية الأخرى وهو رافعا عينيه نحو السماء ثم نحو البحر الأسود الممتد بغموضه حتى يلتقي بسواد السماء عند الأفق المخفي تحت جنح الليل، ثم ثانية نحو السماء مبتهلا وسائلا: يا رب يا رب. إلى متى يمتد ذلك الشعور بالذنب؟ اكتنفه الحزن والانكسار ودموعه تترقرق حول مقلتيه. لم يستطع داود ليلتها ولا من بعدها ولا حتى آخر عمره، مهما حاول بذل من جهد أن يمحو من نفسه تماما أثر فعلته مع أمر وخيانته للشيخ حسنين. لكن يبدو أن عدالة السماء قد ترفقت بسليمان، فلما أشرقت شمس اليوم الجديد تبين بأن الابن لم يؤخذ بذنب الأب، وتماثل الصبي للشفاء بالرغم من الإثم الجسيم الذي ارتكبه أبوه. تهلل داود كما نهلل جميعنا، وكأن قيام العدل فيما بيننا هو الاستثناء وليس القاعدة. ومضى سليمان ينمو ملتصقا أكثر فأكثر بأبيه، إذ تبدل له مدى العاطفة التي كان يكنها له دون عن بقية إخوته، فكان ذلك الشعور يعوضه عن الجفاف الممتد ما بينه وما بين أمه. لم تكن إيلين مقصرة نحوه كأم، ولكن مشاعر الأمومة وكأنها قد جفت، نعم جفت لديها حتى لم تعد تتعدى حدود المسؤولية كأم ترعى أبنائها وزوجها، وكانت تقدمها بغزارة مشهود لها بها. أما الحب فكانت تظن به دون أن تقصد ذلك على أي منهم منذ رحيل مكاري، وكأنه أخذ معه قلبها إلى جوف القبر حين مضى، فلم يبق لها ولهم سوى عقلها وشعورها الفطري كأم وواجباتها كزوجة إزاء داود والأولاد. بعد اعتقال زوجها سعد أمر في الحال للحصول على الطلاق منه، وفار طلاقها الذي حصلت عليه خلال زمن قياسي بسبب انحياز المسؤولين عن تنفيذ الإجراءات ضده بصفته من الإخوان المسلمين تملقا للسلطة، بدا الطريق ممهدا لتحقق حلمها بالزواج من معشوقها داود. ولكن بقت عقبتان تحولان بينها وبين رغبتها الملحة: صداقتها لإيلين واختلاف الديانة. أدركت على الفور أنه لو تحول داود للإسلام فسيحل الإشكالين معا. هكذا كانت أمر دائما لا تفكر كثيرا، ولكن حين يخطر لديها خاطر أو فكرة لحل إشكال ما كانت غالبا ما تكون الخطوة الأكثر عملية بالنسبة لها، وإن يبدو الحل مجنونا في بعض الأحيان ولكنها تشرع في العمل به وهي لا تدري كيف خطرت لها تلك الفكرة أصلا، وما كانت تستطيع الإتيان بها ولو تفكرت في حل لتلك المشكلة ولو لمائة عام. ولكن بقت معضلة إقناع داود بذلك الحل، لم تقدر أن تجد لها مخرجا أو تمهيدا لمفاتحته بها، فقررت أن تترك الأمر لسجيته حين تلقاه. كانت تتفكر في هذه الأشياء وهي تتأمل جمالها ورشاقتها في المرآة، وهي تمصمص شفتيها متفكرة باستنكار في الشيخ حسنين الذي لم يوفيها حق قدرها بالمقارنة بداود الذي يذوب هياما كلما يصير في مقربتها. خرجت أمر لتبتاع زيت وسكر للبيت،
وتركت ابنها لطفي عند الجيران يلعب وانتبه شعور لذيذ بالحرية كانت قد افتقدته لزمن طويل. سارت في الشارع الضيق بين نفس البيوت المتلاصقة الواحدة تلو الآخر، نفس البيوت التي حفت بجنبات طفولتها وحتى اليوم، وإن كان طلاءها قد تقشر بفعل الملوحة ورطوبة الجو، نفس الوجوه والجيران والمحلات المتبعثرة على جانبي الطريق، وإن تغير أصحابها وتجارتها، فحامد الكواء كان حسنين اللبان، وعباس الجزار كان لوند الساعاتي، وإن بقى الآخرون في صناعتهم، ولكن استبدل الأبناء أباءهم في حرفاتهم وتجارتهم، وحل جيل جديد من الصبية والصبايا يملؤون الشارع حياة، لعبا وصياحا وضحكا وبكاء وعدوا هكذا في كل مكان. ودخلت إلى محل رزق العطار. أهلا بالست عمر، وردة حتتنا. ابتسمت هي وغشيتها الروائح النفاذة النابعة من الجوالات المتراصة المحملة بالتوابل والبهارات، ومدت أطراف أصابعها تلتقط أوراق النعناع وزهرات الريحان وحبات اليانسون والكمون والحلبة، تفركها بين أصابعها لا لشيء إلا لتقربها من أنفها وتملأ أنفاسها بروائحها العبقة، وتسرح وهي تفاضل فيما بينها، وابتعت نصف أوقية جوز الطيب لتطحنها مع حبات البن المحمصة لتعد القهوة لداود بالطريقة التي يحبها، وقرطاس من الحلبة واليانسون. حقا ما تزال وردة الحي، ولو كانت فهل تكون هكذا في عينيه؟ وتذكرت أمر طفولتها، تلك الأيام التي لم تبدو بعيدة كل البعد عنها، كيف كانت دوما تقود أطرابها في اللعب، وكيف كانت في المقدمة إذا ما اجتمعنا لله، وخاصة بأمسيات رمضان الساهرة كانت على رأس قافلة أطفال الحي يدورون حول البيوت بفوانيسهم المنيرة بلهيب الشموع، يجمعوا الحلوى والمكسرات اللذيذة وهم يغنون أهازيجهم الرمضانية. ومرت بمنزل أمينة حلمي بحوائته الصفراء القديمة المتآكلة وسكونه المطبق، صديقة الطفولة وحبيبتها الراحلة، وترحمت عليها متذكرة في ألم وخز بقلبها حادث الترام الذي قضى عليها. كم خصمها النوم لشهور طويلة بعد ذلك الحادث المروع، وخاصة أنها عاينته بنفسها إذ كانت تلعبان سويا، وكانت في الرابعة عشر عندئذ قبل أن تعدو رحمها الله بكل سرعة دون أن تدري نحو الترام القادم، فكان ما كان. ولكنها في النهاية كانت قوية وتخطت المحنة بإصرارها وعنادها، وشبت فتاة يضربون بها الأمثال في الرسوخ والالتزام، ثم حبتها الدنيا بجمال نادر وقوام مليح فأضحت مبتغى لكل شباب الحي. ولكن خطفها الشيخ حسنين خطفا وهي ما تزال تخطو على عتبات الشباب لما كان له من دلال عند والدها رحمه الله الذي وثب إلى تزويجها منه درءا للمخاطر التي تحسبها من نظرات الشباب من حولها، فتزوجها وهي بعد بنت السادسة عشر بينما كان هو في منتصف الأربعين. ومن يومها وبين جدران بيته تحولت إلى قطعة من قطع الأثاث، لا رأي لها ولا كلمة ولا حول لها ولا قوة. توارت أمر القائدة الذكية خلف الجدران، ثم مؤخرا خلف حواجز متجددة من غلالات الثياب والأقنعة إذا ما خرجت من سجن شقتهما، ثم يتطاول عليها بالضرب أيضا لا يمكن. لم تكن راغبة ولا قادرة بعد على أن تحيا هكذا، بل وتحمد ربها أن فرق بينهم الطلاق إلى الأبد. وفي ذات اليوم كان قد اتفق أن يمضي داود ليلته بشقته بمحرم بك، وقد أدركت قمر ذلك بسرعة عند مرورها من أمام المنزل لدى عودتها من التسوق، فلما وجدت الشبابيك مفتوحة ألقت بنظرة خاطفة حولها لتتأكد من أن أحدا لم يكن يراها، ثم دلفت إلى مدخل العمارة بدون تردد. ثلاث طرقات خفيفة على الباب ووجدت نفسها أمامه، وذابت بين ذراعيه في عناق دافئ، وإن اندزعها منه داود برفق وهو يتعذب. أنا مش قادر يا أمر، مش قادر، إحساسي بالخيانة بيعذبني. خلاص يا سي داود أنا اتطلقت. معقول بالسرعة دي؟ إزاي؟ ولاد الحلال، ولاد الحلال، خلاص بقى والماضي راح لحاله، أوام كده بقى ماضي؟ إزاي قدرتي؟ قولي إزاي قدر هو؟
هو اللي عمله كان شوية. وأطرق داود لا يسعه أن يجد إجابة للحظات، ثم عقب بدون أي انفعال: صحيح، هو اللي عمله كان شوية. وغاب في صمت كثيف. لم تزل أمر تتأمله في صمته، وقد أطفى ذلك الصمت عليه مزيدا من رقة المشاعر التي أظهرت لرجولته بعدا جديدا سمت بها وعلت، فألهبت إحساساتها حتى لم تستطع أمر أن تتملك مشاعرها الجياشة نحوه، فبادرت وألقت بنفسها خالية في أحضانه، مشتعلة هذه المرة بالرغبة في أن تلتحم كلية بجسده، فيصير اتحادهما الآن كاملا لا يحده خوف من أحد أو شبه بخيانة أو عذاب ضمير. ولما كانت مشاعرها أصيلة فعلا لا تشوبها ذرة افتعال، انتقلت عدواها كالحمى إلى جسم داود وإلى قلبه، فترك عنه كل مقاومة، إذ بددت سعادة النشوة التي اشتملتهما كل شك في أن ما بينهما يمكن أن يكون خيانة أو خطيئة. حكت له عن كل حياتها، عن طفولتها وعن شبابها وعن أمين حلمي وعن الشيخ حسنين، عن أي شيء وعن كل شيء. ثم قالت والحب يتدفق من بين شفتيها، وكأنها الأرض المتخمة بالحمم لم تقدر أن تبقى حرارتها وفورتها بداخلها بعد، فتفجر البركان يفيض قلبها بلهيبه، إذ لم تقدر أن تظل بعد ساكنة. مش قادرة أوصف لك إحساسي، قد إيه أنا محتاجة لك، أنا ملكك يا سيد، اعمل فيا ما بدالك. ثم فاضت عيناها الخضراء هياما وأضافت: الأمر لي كده، بإشارة واحدة منك أنا مستعد أعيش تحت رجليك طول العمر. أعوذ بالله يا أمر، أعوذ بالله، تحت رجلي إزاي؟ ده أنت ست الستات. مش عايزك تفهمني غلط، بس الست إيلين دي مهما كانت في مقام أختي الكبيرة برضو، وأنا مرضلهاش حاجة بطالة أبدا. أنا مش عارف هنعمل إيه مع الغلبانة دي اللي عمرها ما أزت حتى نملة، والله ما استاهلش مني ده كله. خلاص يبقى نتجوز يا سيد داود، ولو في السر أنا موافقة. وصمتت أمر خاجلة من أن تكون تسرعت في كلامها هكذا، متفكرة فيما يمكن أن يضمه بها، تبتغي أن تسرقه من زوجته. ثم بعد برهة أضافت: على العموم اللي تشوفه يا سيد داود. نتجوز ده إيه يا أمر؟ ما أنا متجوز إلين وما يحقليش أتجوز عليها. أنت في إيه ولا في إيه؟ الله، بقول نقولك مش عايز أزعلها، عايز أنا أطلقها من كبسة الطلاق. بس ما هو اللي بنعمله دلوقتي ده هو اللي بيسموه والعياذ بالله خيانة يا داود يا حبيبي، وده اللي تعب ضميرك من ناحية ست إيلين. بس لو اتجوزنا ولو في السر خلاص مفيش خيانة ولا حاجة. تاني يا عمر تاني هتقولي لي نتجوز؟ طب ازاي بقى؟ وهنا أدركت أمر أن اللحظة الحاسمة قد جاءت، بكل براءة وصدق قادته إليها دون تخطيط مسبق أو مناورة منها، جاءت والناحيتها هي، فقد تحينتها فرصة لا تعوض، فمالت نحوه وأفرغت كل أنوثتها منسابة فوق صدره الأشيب تداعبه بأصابعها، وهو راقد على السرير بجانبها وهمس قائلة: شوف يا داود يا حبيبي، ما فيش غير إنك توصل مشوار صغير لجامع الأزهر في مصر، وهناك تسلم في السر طبعا، ما فيش مخلوق غيره هيعرف. بعدين ممكن نتجوز عرفي في مصر برضو، عشان يفضل الموضوع برضو في السر، يعني عقد جواز، حتة ورقة بيني وبينك يشهد علي إننا متجوزين قدام ربنا، فينصلح الحال، وأبقى مراتك وخدمتك طول العمر، وأنت تفضل متجوز إلين وما تحسش إنك بتخونها وأنت معي. هكذا طرحت أمر كل أوراقها مكشوفة أمامه بدون تخابث أو مغارة، وإن كان ما تطلبه منه ما زال عسيرا عليه أن يقوم به، أو على الأقل ليس بالبساطة التي طرحتها هي، إذ كانت تبعاته أصعب من أن يستطع أن يحسمها هكذا سريعا. وتفكر في ذاته من جديد: أخوض في ذلك الطريق أيضا بعد كل هذه السنين المتراكمة من ورائي؟ حقيقي أنني لم أعبأ قط بتلك الكلمة التي تكتب فوق ورقة ما في خيانة الديانة. حقيقي أن ديانتي وعقيدتي محفورتان فوق جدران روحي بكلمات من ذهب مرسومة على الناحية الداخلية من جسدي.
الناحية التي لا تبصرها العين، الناحية التي لا تبصرها عيون سوى عيون قلبي. كنت ظننتني وصلت إلى نهاية الطريق، لأنني جست في الماء وفي النار واختبرت ملء حياتي، وظننتني عبرت أخيرا إلى الراحة بعد زوجتي الأولتين رحيلهما عني، مسؤولية العيال التي تحملتها عني إيلين، والمال، حتى الرزق، حتى الرزق الذي كان قد قطعه عني الشيخ حسنين عاد وانفتح لي سبيله على مصراعي. ولكن أيمكن أن أفعلها من جديد ومن أجل امرأة مرة أخرى؟ يهودي ثم مسيحي ثم مسلم، وكل يصبحون فجأة أهلي وناسي. يا له من أمر مضحك. لكن أنا من أكون أنا ومن أكون لهم؟ ورغم نقاء الجو وجماله في ربيع الإسكندرية البديع، موسم الحب والغزل وأصل الحياة، إلا أنه أمضى يمه قابعا بمفرده في شقتي حائر النفس في خضم المشاكل تتوه أحيانا المشاعر الحقيقية، وتساءل هل يحبها فعلا أم هي لا تعدو أن تكون مجرد نسوة بدت له خيالات لقاءاتهما فأشعلت ذكرياتها النشوة في جسدي. هل تكون إذن مجرد متعة جسدية في سني هذا؟ لا شك أن شهوته تجاهها كانت تمثل عنده الجانب الأكبر من جذابه نحوها على الأقل في بداية علاقتهما، ولكم اشتهى قربها يوما بل وحتى الآن. ولكن هل ذلك وكل ما يكنه تجاهها؟ لقد عصفت به الأفكار بجنون فلم يتبين بوضوح الطريق أمامه، لذلك اختار داود الصمت ملجأ له وحصنا يحتمي خلفه حتى يتمكن من أن يرتب أفكاره ثم يتخذ القرار. لم تزل أمر تتأمله في صمته، وقد أضفى ذلك الصمت عليه مزيدا من رقة المشاعر التي أظهرت لرجولته بعدا جديدا سمت بها وعلت، فألهبت إحساساتها حتى لم تستطع أمر أن تتمالك مشاعرها الجياشة نحوه، فبادرت وألقت بنفسها ثانية في أحضانه، مشتعلة هذه المرة بالرغبة في أن تلتحم كلية بجسده، فيصير اتحادهما الآن كاملا لا يحده خوف من أحد ولا شبهة خيانة أو عذاب ضمير. ولما كانت مشاعرها أصيلة فعلا لا تشوبها ذرة افتعال، انتقلت عدواها كالحمى إلى جسم داود وإلى قلبه، فترك عنه كل مقاومة إذ بددت سعادة النشوة التي اشتملتهما كل شك في أن ما بينهما يمكن أن يكون خيانة أو خطيئة. حكت له عن كل حياتها، عن طفولتها وعن شبابها وعن أمين حلمي وعن الشيخ حسنين، عن أي شيء وعن كل شيء، ثم قالت والحب يتدفق من بين شفتيها وكأنها الأرض المتخمة بالحمم لم تقدر أن تبقى حرارتها وفورتها بداخلها بعد، فتفجر البركان في قلبها بلهيبه إذ لم تقدر أن تظل بعد ساكتة. مش قادرة، مش قادرة، مش قادرة أوصف لك إحساسي، قد إيه أنا محتاجة لك، أنا ملكك يا سرود، أنا ملكك، اعمل فيا ما بدالك. ثم فاضت عيناها الخضراويان هياما وأضافت الأمر ليك أنت، بإشارة واحدة منك أنت أنا مستعد أعيش تحت رجليك طول العمر. أعوذ بالله يا عمر، أعوذ بالله، تحت رجلي إيه؟ أنت ست الستات، مش عايزك تفهمني غلط، بس الست إيلين دي مهما كان في مقام أختي الكبيرة برضو، وأنا مرضلهاش حاجة بطالة أبدا. لم تزل أمر تتأمله في صمته، وقد أطفى ذلك الصمت عليه مزيدا من رقة المشاعر التي أظهرت لرجولته بعدا جديدا سمت بها وعلت، فألهبت إحساساتها حتى لم تستطع أمر أن تتمالك مشاعرها الجياشة نحوه، فبادرت وألقت بنفسها ثانية في أحضانه، مشتعلة هذه المرة بالرغبة في أن تلتحم كلية بجسده، فيصير اتحادهما الآن كاملا لا يحده خوف من أحد ولا شبهة خيانة أو عذاب ضمير. ولما كانت مشاعرها أصيلة فعلا لا تشوبها ذرة افتعال، انتقلت عدواها كالحمى إلى جسم داود وإلى قلبه، فترك عنه كل مقاومة إذ بددت سعادة النشوة التي اشتملتهما كل شك في أن ما بينهما يمكن أن يكون خيانة أو خطيئة.
حكت له عن كل حياتها، عن طفولتها وعن شبابها وعن أمينة حلمي وعن الشيخ حسنين، عن أي شيء وعن كل شيء. ثم قالت والحب يتدفق من بين شفتيها وكأنها الأرض المتخمة بالحمم لم تقدر أن تبقي حرارتها وفورتها بداخلها بعد، فتفجر البركان يفيض قلبها بلهيبه إذ لم تقدر أن تظل بعد ساكتة. مش قادرة أوصف لك إحساسي قد إيه أنا محتاجة لك. أنا ملكك يا سيد داود، اعمل فيها ما بدالك. ثم فاضت عيناها الخضراء ويان هياما وأضافت الأمر ليك أنت، بإشارة واحدة منك أنا مستعد أعيش تحت رجلك طول العمر. أعوذ بالله يا أمر، تحت رجلي إزاي؟ ده أنت ست الستات. مش عايزك تفهمني غلط، بس الست إلين دي مهما كانت في مقام أختك كبيرة برضو، وأنا مرضلهاش حاجة بطالة أبدا. أنا مش عارف هنعمل إيه مع الغلبانة دي اللي عمرها ما أزت حتى نملة، والله ما تستاهلش منك تاكل. خلاص يبقى نتجوز يا سيد داود ولو في السر، أنا موافقة. وصمتت أمر خجلة من أن تكون تسرعت في كلامها هكذا، متفكرة فيما يمكنه أن يظن بها تبتغي أن تسرقه من زوجته. ثم بعد بره أضافت وعلى العموم اللي تشوفه يا سيد داود. نتجوز ده إيه يا أمر؟ ما أنا متجوز إلين وما يحقليش أتجوز عليها. أنت في إيه ولا في إيه؟ بقى نقولك مش عايز نزعلها، عايز أنا أطلقها. مين جاب ست الطلاق بس؟ ما هو اللي بنعمله دلوقتي ده هو اللي بيسموه والعياذ بالله خيانة يا داود يا حبيبي، وده اللي تعب ضميرك من ناحية ست إلين. بس لو اتجوزنا ولو في السر خلاص مفيش خيانة ولا حاجة. تاني يا أمر؟ تاني هتقوليلي نتجوز؟ طب ازاي بقى؟ وهنا أدركت أمر أن اللحظة الحاسمة قد جاءت. بكل براءة وصدق قادته إليها دون تخطيط مسبق أو مناورة منها، جاءت ومن ناحيتها هي فقد تحينتها فرصة لا تعوض، فمالت نحوه وأفرغت كل أنوثتها منسابة فوق صدره الأشيب تداعبه بأصابعها وهو راقدا على السرير بجانبها وهمس قائلة: شوف يا داود يا حبيبي، ما فيش غير إنك توصل مشوار لجامع الأزهر في مصر وهناك تسلم في السر طبعا، وما فيش مخلوق غير هيعرف. وبعدين ممكن نتجوز عرفي في مصر برضو عشان يفضل الموضوع برضو في السر، يعني عقد جواز حتة ورقة بيني وبينك يشهد على اننا متجوزين قدام ربنا فينصلح الحال، وابقى مراتك وخدمتك طول العمر وانت تفضل متجوز إلين وما تحسش انك بتخونها وانت معايا. هكذا طرحت أمر كل أوراقها مكشوفة أمامه بدون تخبث أو مواراة، وإن كان ما تطلبه منه ما زال عسيرا عليه أن يقوم به، أو على الأقل ليس بالبساطة التي طرحته هي، إذ كانت تبعاته أصعب من أن يستطيع أن يحسمها هكذا سريعا. وتفكر في ذاته: من جديد أأخوض في ذلك الطريق أيضا بعد كل هذه السنين المتراكمة من ورائي؟ حقيقة أنني لم أعبأ قط بتلك الكلمة التي تكتب فوق ورقة ما في خيانة الديانة. حقيقي أن ديانتي وعقيدتي محفورتان فوق جدران روحي بكلمات من ذهب مرسومة على الناحية الداخلية من جسدي، الناحية التي لا تبصرها عيون سوى عيون قلبي. كنت ظننتني وصلت إلى نهاية الطريق لأني جست في الماء وفي النار واختبرت ملء حياتي، وظننتني عبرت أخيرا إلى الراحة بعد زوجتي الأولتين ورحيلهما عني ومسؤولية العيال التي تحملت عني إلين والمال، حتى الرزق الذي كان قد قطعه عني الشيخ حسنين عاد وانفتح لي سبيله على مصراعي. ولكن أيمكن أن أفعلها من جديد ومن أجل امرأة مرة أخرى؟ يهودي فمسيحي ثم مسلم، والكل يصبحون فجأة أهلي وناسي؟ يا له من أمر مضحك. ولكن أنا من أكون أنا ومن أكون لهم؟ ورغم نقاء الجو وجماله في ربيع الأسكندرية البديع موسم الحب والغزل وأصل الحياة، إلا أنه أمضى يومه قابعا بمفرده في شقته حائر النفس في خضم المشاكل
تتوه أحيانا مشاعر حقيقية وتساءل هل يحبها فعلا أم هي لا تعدو أن تكون مجرد نزوة. بدت له خيالات لقاءاتهما فأشعلت ذكرياتها النشوة في جسدي. فهل تكون إذن مجرد متعة جسدية في سني هذا؟ لا شك أن شهوته تجاهها كانت تمثل عنده الجانب الأكبر من انجذابه نحوها على الأقل في بداية علاقتهما، ولكن اشتهى قربها يوما بل وحتى الآن. ولكن هل ذلك هو كل ما يكنه تجاهها؟ لقد عصفت به الأفكار بجنون فلم يتبين بوضوح الطريق أمامه، لذلك اختار داود الصمت ملجأ له وحصنا يحتمي خلفه حتى تمكن من أرتب أفكاره ثم يتخذ القرار.